المغرب ما كتوفرش على ملاعبيه في مستوى اللي غادي يقدموا واحد المستوى. المهم الجميع عمل لمهاشي حيت الجامعه قدمت يعني جميع الامكانيات يعني للنخبه الوطنيه للاعبين للمدرب يعني عملت الجهد ديالها. راضي على 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 الاداء ديال المنتخب؟ راضي راضي يعني المستوى ديال الملاعبيه اللي عندنا هما هذا يعني ما يمكنناش نقدموا احسن من هذا الشيء هذا فهمتي ما يمكنناش نقدم حاجه وحده. بغيت تفهم ليا عندهم خمسه ديال لي بليسي ياك وكاين فريق الرديف دونك ليكيب ديال المغرب بي وتخسروا عليها الفلوس وتلعبوا في الاقصائيات ديال كاس العرب وكل شيء ومنين بليسي لك خمسه اللعابه جيب من الفريق الرديف هذوك كتخسروا عليهم فلوس والدراري ديال البلاد كي عندهم الغيره على الوطن على الدرابو على المايو وجيب لي واحد خايف على رجليه خايف لي تبليسه باش ما يلعبش مع مالاغا ولا مع ما عرفتش من الفرقه ما شي حشومه القدير. القلب هو الاول اذا كان عندك القلب يمكن وقله توصل بعيد ولكن بالتكنيك ما توصلش القلب اذا كان عندك توصل لافوت ماشي في المنتخب لافوت ماشي في المنتخب ماشي في المدرب لافوت في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خاص داك الشيء هذاك الشيء المنتخب خاصو يتكون من التحت ماشي يتكون واحد كوب خويا هذا المنتخب هذا عمره ما يديروا شي حاجه من 2004 معولين على الاولاد هنا باش غادي يديروا اليوم البطوله ديال البلاد احسن من هنا ب 1000 درجه غادي يتقاتلوا علاش حيت هذوك يلعبوا من القلب ديالهم هذه خرصه القلب. السلام عليكم. عندنا في البطوله والله ديما جيب مدرب جيب لعاب جيب هذا وما كاين والو اخويا والله منتخب ما عندناش وما عمره غيكون منتخب مشى مع النيم مشى منتخب مع النيم كنا جابوا الدراري تاع الرجاء بن شرقي والوداد الله يشي يلعبوا احسن منهم والله ضرار موناكو ما كايناش واحد القتاليه وما كاين والو اللي كان لعب ولا شي فرقه اخرى شو ما صاحبي مانويل كوستا هذوك مغاربه انا بغيت نقول لك واحد الكلمه باختصار بس بالنسبه ليكيب ماروكان ما عندنا لا كيب لا جامعه لا حتى حاجه الا بغينا نديروا المنتخب خاصنا نديروه من البلاد وما هادو الولاد ديال الخارج راه ما كاين لا لعابه لا تحمص ما كيضربوش على حساب البلاد على الدرابو كيضربوا على الفلوس الحداد كون دخلنا الحداد والله كان